أحسن الله إليكم رسالة وصلت من أخوكم أبو عوف، يقول أريد من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يبين لنا حق الرجل على زوجته وعياله، فإنني أرى أن البعض من الناس نسي هذا الأمر وجهل هذا الأمر البسيط عندنا والعظيم عند الله تعالى، وجهونا في ذلك. نعم، الرجل له حق على زوجته العشرة بالمعروف، أن تطيعه في غير معصية الله، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تدخل بيته أحدا يكرهه إلا بإذنه، وإذا طلبها للفراش تبادر ولا تمتنع منه، وأن تقوم بحوائج البيت كما أنه هو يقوم بطلب الرزق خارج البيت، يحصل التعاون بين الزوجين، ولا تصوم نفلا إلا بإذنه، ولا تسافر لغير فريضة الحج إلا بإذنه. هذه من حقوقه عليها. وأما حق الوالد على أولاده فهو حق عظيم، أمر الله جل وعلا ببر الوالدين ولسانه إليهما، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ووصينا الإنسان لوالديه حسنا، ووصينا الإنسان لوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. حق الوالد على والديه على أولاده حق عظيم، وعدم أداء هذا الحق يعتبر عقوقا، والعقوق من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم.